وقت كنا نسمع كلمة بث مباشر من 10 سنوات كان أول شيء يجي عبالنا تلفزيون، نشرة أخبار أو مباراة كرة. بس اليوم لما نسمع بث مباشر فالمعنى بيختلف بالكامل، لأنه حالياً أي شخص في أي مكان فينه يفتح بث مباشر على عدة منصات، وبفضل هالشيء صرنا نشوف أشياء غريبة ما كنا نشوفها قبل، لأنه البث المباشر من اسمه مباشر، فبتصير أشياء ما بيكون مخطط لها صاحب المحتوى. فبهالفيديو رح أعرض لكم 10 مواقف غريبة لا تصدق صارت للناس أثناء البث المباشر. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أذكر أنه في giveaway شهري على أقوى راوتر ألعاب اللي شايفينه قدامكم. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليه، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. رح أعلن عن اسم الفائز بفيديو التوب 10 القادم، وهذا الفيديو برعاية لعبة Back 4 Blood. لعبة Back 4 Blood تعتبر من أفضل ألعاب الزومبي التعاونية اللي موجودة حاليا، ومطورين اللعبة هم نفسهم مطورين لعبة Left 4 Dead اللي نزلت من 12 سنة. واللي ما يدري لعبة Left 4 Dead تعتبر من أفضل ألعاب بالتاريخ لعدد كبير من اللاعبين، فحاليا لعبة Back 4 Blood هي من نفس المطورين. اللعبة كوب، يعني فينك تلعبها أنت وأصحابك، وفيها عدة مهمات رح تقاتل فيها زومبي ووحوش متنوعين ومخيفين بشكل جدا كبير، وعندك عدة شخصيات، عدة أسلحة وإكويبمنت وكلاسات فينك تختار منها عشان تقاتل الزومبي. اللعبة موجودة حاليا على البلاي ستيشن، اكس بوكس والبي سي، وسويت فيديو جربت فيه اللعبة، اذا ودك تشوفها رح تلاقي الرابط موجود بالوصف. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة 10 في لاعب محترف للعبة سي اس جو اسمه جوناثان لاندبرغ، كان قاعد يلعب اللعبة وفاتح بث على موقع تويتش. اثناء البث وهو قاعد يلعب صار يحس انه سلاحه عم يتحرك بشكل غريب، او كأنه في واحد قاعد يحاول يتحكم بشخصيته في اللعبة، فترك الماوس والكيبورد عشان يشوف شو الوضع، وشاف فعلا شخصيته قاعد يتحرك لوحده. وبعدين انفتح نوت باد اللي هي مثل صفحة فينك تكتب فيها كلام جوا اللعبة، وانكتب فيها مرحبا جوناثان، هل جاهز لبعض المشاكل؟ وقتها الستريمر استوعب انه في شخص هكر كمبيوتره بالكامل وقاعد يتحكم فيه، وكل هالشي صار اثناء البث المباشر. راح الهكر كمل وكتب استولينا على كمبيوترك بالكامل، وصار قاعد يسبه ويقله انت نوب وفاشل واترك اللعبة ومن هالكلام. فجوناثان راح قام وفصل الكهرباء عن الكمبيوتر، وبعدين كتب تحديث على تويتر ثاني يوم انه رجع فتح الكمبيوتر بس بدون انترنت، وسواله فورمات بالكامل، يعني مسح كل شيء من الكمبيوتر رجع جديد، وبعدين شبك الانترنت وخلاص تمام، الهكر ما يقدر يستولي على كمبيوتره بعد كذا. فهذه حادثة هكر او اختراق نفس اللي نشوفها بالافلام صارت لشخص اثناء البث المباشر، وموقف مخيف صراحة. تخيل انت قاعد تلعب اي لعبة فجأة في واحد عم يتحكم بشخصيتك ويتكلم معك من لا مكان. في المرتبة 9 في ستريمر على تويتش اسمه آيس بوسايدن، وهذا الشخص يفتح بثوث مباشرة بشكل يومي بس بفكرة جديدة، واللي هي انه يطلع ويتمشى برا البيت وفاتح بث مباشر ويورجي الناس يومياته، على عكس الشيء الدارج في البثوث انه واحد يقعد في بيته يلعب ويفتح بث مباشر. المهم آيس بوسايدن في احد الايام فاتح بث مباشر وقاعد يتمشى بشوارع امريكا، وقرر يدخل احد المطاعم عشان ياكل وهو فاتح البث. فالمهم وهو قاعد يستنى طلبيته اجى لعنده مدير المطعم وقال له هالكلام. Okay, what's your number? Hi. I'm getting about 30 calls about you on my phone and I'm a gangster. So you better fucking leave here right now before there's trouble for yourself. You understand that? You're fucking with the mob over here. You better leave now. Got it? I apologize. You better leave now. What's going on? The sooner you leave, the better. Okay. I will be the gone then. I will be gone. You're not gone yet. As soon as you go, you gotta go now. I will be gone. Thank you very much for your business. I definitely don't want to
fuck with the mob. الستريمر آيس بوسايدن بدون ما ينتبه طلع اسم المطعم في البث، فالناس طلعوا رقم المطعم من الانترنت وصاروا يتصلوا فوق 30 اتصال على المطعم عشان يستهبلوا عليه. فصاحب المطعم ما عجبه هالكلام، وفوق كذا طلع رئيس عصابة فسمعتوا التهديد المخيف اللي سمعه من شوي، قال يا تطلع برا حاليا يا اما تحمل اللي يجيك. آيس بوسايدن كان قاعد يفكر يبلغ الشرطة، بس متابعينه في الطالقات قالوا له لا، نصيحة، هدول عصابات ومافيا ممكن يقتلوك لو بلغت الشرطة عليهم. فسمع كلامهم وترك الموضوع، لا بلغ الشرطة ولا شيء. في المرتبة الثامنة، ألعاب الواقع الافتراضي أو الفي آر لسه تعتبر شيء جديد بعالم الجيمينج. لسه إلى الآن بس ألعب أي لعبة بالواقع الافتراضي بحس بشعور غريب، مع أني لعبت عدة ألعاب بس شعور أنك تكون جوا عالم اللعبة لسه غريب. فما بالكم أنه في شخص كان قاعد يلعب لعبة بالواقع الافتراضي وفاتح بث على تويتش وتم اختراقه وتهكيره بالواقع الافتراضي نفسه. هذا الشيء صار مع الستريمر سودا بوبين، كان قاعد يلعب في ار وفاتح بث مباشر وفجأة انتبه انه في صوت مخيف وفي زومبي طلع قدامه، مع انه اللعبة اللي عم يلعبها ما فيها زومبيز. وبعدها طلعوا اعداد كبيرة ومخيفة من الزومبي قدامه، واللعبة كلها بدأت تتعلق. What the fuck? What the hell? Did you hear that? Wait, do y'all see this? No. There's a ghost in here. Ah! Oh my god! Oh my god! What the fuck? What is happening? I'm dead! What did I die? Why? وطلع السبب بعدين انه في واحد هكر او اخترق السيرفر اللي داخل فيه باللعبة وصار يطلع هالاشياء قدامه. صراحة الموقف جدا مخيف، لو كان قاعد يلعب لعبة رعب كان متوقع يشوف زومبي، بس لا، قاعد يلعب لعبة عادية ما لها علاقة بهالكلام وفجأة طلع قدامه جيش من الزومبي وبالواقع الافتراضي. في المرتبة السابعة، تخيل واحد يطلق النار على بيتك من سلاح حقيقي ويحاول يقتلك، وكل هالشي يطلع اثناء البث المباشر. هذا الشيء صار بالضبط مع احد اشهر الستريمر في العالم دكتور ديسرسبكت. كان فاتح بث مباشر قاعد يلعب كول اوف ديوتي، واثناء البث في واحد من برا قاعد يطلق النار على بيته ويحاول يؤذيه ويؤذي عيلته. I've got it in the broadcast right now. Someone shot at our house, broke the fucking upstairs window. This is the second shot. Someone shot yesterday. Someone shot yesterday at our fucking house. And someone shot again right now and connected with the house upstairs. وقال في البث انه هي مو اول مره، لا كمان امس اجا واحد وطلق النار على بيته وهرب. صراحه موقف جدا مخيف انه واحد بيعرف عنوان بيتك وقاعد يطلق النار عليك يومين ورا بعض. المهم، الستريمر دكتور ديسرسبكت قال على تويتر انه بلغ الشرطه وعم يحققوا بالموضوع وعم يراقبوا بيته، فمن وقتها ما انعادت الحادثه، لانه اكيد الشخص اللي قاعد يطلق النار عليه واحد من متابعينه او واحد عمل له فولو، فلما شاف انه الشرطه دخلت بالموضوع خلص بطل يعيدها قبل لا يلقوا القبض عليه. بالمرتبة السادسة، في ستريمر على تويتش باسم جريبسد كان فاتح بث مباشر وعم يلعب لعبة بوكر أونلاين، اللي هي لعبة مقامرة على فلوس حقيقية بس أونلاين. أثناء البث قال للمتابعين بيروح شوي وبيرجع، وبمجرد ما قام من الكمبيوتر في شخص على طول هكر جهازه واخترقه وفتح رصيدة باللعبة اللي هي فلوس حقيقية وحول لنفسه مبلغ $1,000. حرفيا هذا الشخص تعرض للسرقة وانسرق منه مبلغ $1,000 أثناء البث المباشر. يعني المتابعين كلهم عم يشوفوا عملية السرقة قاعدة تصير لايف قدامهم، وهذاك الشخص ما كان موجود عشان يوقفها. من عملية سرقة أونلاين إلى عملية سرقة حقيقية، بالمرتبة الخامسة عنا اليوتيوبر كوين 77 كان فاتح بث مباشر وقاعد يلعب وفجأة بيلاقي مسدس موجه على رأسه. Okay.
دخلوا عليه حرامية في نص بيته وهو فاتح بث مباشر، وللأسف الكاميرا ما كانت عالية فما صورت وجوههم. وكوين كتب ثاني يوم على تويتر انه ما تأذى لا هو ولا عيلته، بس الحرامية سرقوا تقريبا كل شيء غالي بالبيت وحتى سرقوا سيارته. وبعد فترة سألوا المتابعين شو صار، هل ألقوا القبض عليهم؟ قال لا للأسف خلص الأغراض راحت، لأنه هو ساكن بالبرازيل ومعروف بالبرازيل معدل الجرائم جدا كبير. بالمرتبة الرابعة في ستريمر اسمه بيج بادي كان فاتح بث مباشر وعم يلعب لعبة دوتا 2. أثناء البث كان في واحد بالتعليقات قاعد يقول له اطلع أو شوف وراك، فطلع وراه فعلا وانتبه انه التلفزيون اللي وراه اشتغل، ومو بس اشتغل لا صار يطلع افلام اباحية على التلفزيون. والستريمر لحق بسرعة انه يقوم ويفصل الكهرباء عن التلفزيون، لانه لو ما سوى هالشي بسرعة كان قناته على تويتش انحذفت، لانه على موقع تويتش ممنوع المواد الاباحية. والشي المخيف انه كيف هذاك الشخص قدر يهكر التلفزيون اللي في بيته، يعني لو هكر كمبيوتر قناة يوتيوب موبايل كان متفهم الوضع نوعا ما انه هالاشياء ممكن تتعرض للاختراق، بس تلفزيون هذا الشيء معناته انه الهكر مخترق بيته بالكامل. بالمرتبة الثالثة إذا كنت متابع لفيديوهات التوب 10 عندي بشكل منتظم فأظن سمعت بكلمة سواتينج قبل. السواتينج بكل بساطة هي وقت شخص يسوي بلاغ كاذب للشرطة على شخص ثاني فاتح بث مباشر، يعني في يوتيوبر أو ستريمر فاتح بث مباشر وانت عرفت عنوانه بطريقة من الطرق، فتصلت على الشرطة وقلت لهم هذا الشخص قاتل عنده متفجرات إرهابي أو أي شيء من هالكلام، فالشرطة بتهجم على بيت هذا الشخص وبيطلع أثناء البث مباشر، وهذا الشيء منتشر بشكل جدا كبير في أمريكا والغرب. ولو بتكتب على اليوتيوب سواتينج رح تلاقي كتير لقطات لناس فاتحين بث مباشر وهجمت عليهم الشرطة أثناء البث، ومعظمها تكون في أمريكا وتكون شيء بسيط إنه الشرطة بيجوا على هذا الشخص بيحكوله بدنا نفتش بيتك جينا بلاغ عليك، بيروحوا بيفتشوا البيت وبيلاقوا إنه ما في أي شيء، بعدين بيفهموا إنه بلاغ كاذب وبيعتذروا منه وبيطلعوا. بس هذا الكلام في أمريكا والدول الأوروبية. في روسيا الوضع يختلف بالكامل. في أحد أشهر الستريمر بروسيا اسمه سانجي كان قاعد يلعب لعبة CSGO وفي واحد سوى عليه بلاغ كاذب والشرطة بروسيا هجموا عليه بشكل جدا قوي وعدائي. مثل ما شفتوا كان هجوم جدا قوي، واخذوه واعتقلوه وحبسوه 24 ساعة بعدين استوعبوا انه بلاغ كاذب واطلقوا سراحه. فمتأكد كان يوم مخيف لهالستريمر الروسي، وكل هاد من ورا الشخص حاقد سوى بلاغ كاذب عليه. بالمرتبة الثانية عنا الستريمر آيس بسايدن، نفس اللي بالمرتبة التاسعة اللي يحب يسوي بثوث مباشرة برا البيت، بس هذه المرة جاب العيد من جد. آيس بسايدن كان فاتح بث مباشر وهو بالمطار، كان مسافر من ولاية لولاية ثانية في أمريكا، وفي البث أحد المتابعين سأله شو اسم المطار واسم التيرمينال أو المحطة اللي انت فيها، وآيس بسايدن في كل غباء قال اسم المحطة والبوابة يلي رح يسافر منها. I don't know, dude. I might be on Terminal 5. I don't know where I am. I'm just on 53A. That's my gate. وراح ودخل على الطيارة وكل شيء طبيعي، وقبل ما تأقلع الطيارة بشوي دخلوا الشرطة على الطيارة ووقفوا الإقلاع وألقوا القبض عليه. طلع فيه أحد متابعينا حاقد عليه، اتصل بأمن المطار والشرطة وقالهم في الطيارة الفلانية فيها قنبلة وفي شخص لابس جاكيت بنفسجي هو الإرهابي وزارع القنبلة بأحد الحقائب العشوائية اللي في الطيارة. فاللي صار الشرطة اجت ألقت القبض عليه وكنسلوا أو ألغوا الرحلة بالكامل وفتشوا حقائب فوق 200 شخص على الطيارة. بالأخير ما لقوا قنبلة وأخلوا سبيله لأنه عرفوا أنه بلاغ كاذب، بس بسببه هو بسبب البث المباشر تبعه ألغى الطيارة أو الرحلة بالكامل وتأجلت لليوم الثاني، وفوق 200 شخص اتأثر من وراء أو من وراء البلاغ الكاذب اللي صار عليه. في المرتبة الأولى عنا يوتيوبر
اسمها ربزي. في احد الايام صديقة طلب منها انه يقعد في بيتها ويعتني في كلبها لانه عنده شغل طويل هداك اليوم. فربزي قال له اوكي واخذ معاه عدة البث المباشر عشان يلعب ويفتح بث مباشر في بيت صديقة. واثناء البث صارت اشياء جدا مخيفة. That was the tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! Guys, it's not like we needed any sleep. Oh my God, what the fuck? ممكن حد يقول إنه كذب أو في واحد متفق معاه قاعد يسوي هالأشياء، بس لا. في كتير أشياء بتدل إنه هذا الشيء حقيقي. أولاً صور كلب صاحبه والكلب كان خايف وقاعد في الزاوية وما يتحرك أبداً. غير كذا البث المباشر طويل فوق الساعتين. والأشياء هاي تكررت أكثر من مرة في البث. ربزي كلم صاحبه وقال له الأشياء اللي قاعدة تصير، وصاحبه قال له غريبة ولا مرة صار معي أي شيء. المهم اعتذر منه وقال له ما رح أقدر أقعد في البيت أكثر من كذا. وهو قاعد يغادر البيت الباب ضل يفتح ويسكر نفس العادة، فصور فيديو وانسحب قدامه كرسي بشكل جدا مخيف. So oh cool المهم ربزي طلع ورجع على بيته وصار متابعينه يطلبوا منه انه يرجع يفتح بث مباشر من هداك البيت مرة ثانية. فبعد ما زاد الطلب قرر انه يرجع البيت ويفتح بث مباشر، بس هالمرة قال انه من اول ما دخل على العمارة حس بشعور غريب، شعور اول مرة يحسه، وفتح بث مباشر وصارت تصير معاه هالاشياء. بس هالمرة قال انه جسمه كله قاعد ينمل وعم تجيله قشعريرة وصار يبكي في البث المباشر. قال خلاص لازم اطلع، وطلع وما رجع للبيت ابدا. My mouth is numb, my face is numb, I can't feel my hands. I'm going home. فأي يا شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو أكتر موقف غريب شفتوه بالفيديو. بالنسبة إلي الموقف اللي بالمرتبة الأولى جدا رعب. ممكن حد يقول بشار أنت صار معك موقف مخيف. صح، أنا كنت فاتح بث مباشر والثلاجة اللي وراي فتحت لوحدة ونزل منها ريدبول، وأظن معظمكم شاف اللقطة على قناة توبز. الله الرحمن الرحيم. بس الحمد لله طلع الوضع ما فيه جني. الثلاجة عندي فوق الهواء يندفع بشكل قوي، فدائما بشوف أي شيء أحطه ورا يتقدم لوحدة من الهواء. فكان في أنينة ريدبول مقدمة بشكل زيادة، ففتحت الثلاجة ووقعت. الحمد لله ما في جن بالموضوع. وإذا كنت مهتم تشوف البثوث المباشرة تبعي، فأنا عندي قناة ثانية راح تلاقيها هنا أو هنا، بسوي فيها بث مباشر كل فترة. فإيه بس كان معكم بشار كيال وبشار كيكي، شكرا لديهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.